شوف جنون كرة القدم، يعني احنا نتكلم عن ذاك المشجع اللي في مباراة النصر الوحدة، انت شوف جنون كرة القدم. يعني ايش هذا في عالم اخر بالحالة. وجمهور الاتحاد، احنا قلنا جمهور الاتحاد عبارة عن معمل او مختبر لفحص اللاعبين. صح، انت لاعب جيد، هذا الجمهور يفحصك سواء معه او خصم. يعني انت خصم الاتحاد وقوي وقلبك قوي، العب قدام جمهور الاتحاد يفحصك. لاعب في الاتحاد تقول والله انا مقاتل، العب قدام جمهور الاتحاد يفحصك، يعلمك الجمهور تنفع معانا انت ولا ما تنفع. جمهور عظيم كان يستحق البطوله، وهذه اعتقد واحده من اجمل صور الموسم.